فليش اعتذرتي وليش ما ان انت كنت الداعم الاكبر لمهرجانكم مهرجان جرش؟ مظبوط، لانه هن ما كانوا داعم لنا. شلون؟ يعني بعتذر، ولكن هو مهرجان بلدي ومهرجان انا كل سنه بكون في مهرجان جرش، وبفتخر اصلا هو المهرجان الوحيد اللي بيستضيف فنانين الوطن العربي، ومهرجان جرش معروف عربيا وعالميا. ولكن صار عنا ظروف كتير مأساوية السنة اللي مرقت، وصارت أحداث كتير كبيرة، وقللوا من شأن الفنانين الأردنيين. فأنا قلت لهم السنة الجاي ما رح أشارك، لأنه هي إدارة المهرجان هي اللي عملت هيك. ولكن كمهرجان أنا بفتخر أنه دائما كل سنة يكون إلي ليلة، ولكن كنت زعلان كتير. وبالفعل وحاولوا معي هاي السنة كتير 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 بأكثر من جهة، من كانت من الإدارة، وإن كان من متعهدين من برا ومن جوا، أنه أنا أشارك. أنا رفضت تضامنا بإني فنانة أردنية وبدعم الشباب الأردنيين، فأنا رفضت هاي السنة. إن شاء الله السنة الجاي إني أكون موجودة، ولكن باحترامنا وبتقديرنا. كثير تطلعين أنا ما عندي سناب، أنا ما عندي سناب، ما بدي سناب. هوب دوب صار عندك سناب. مزبوط. شلون أقنعتك؟ من كتر الإقناع الفظيع اللي صار في البيت من ورا زين طبعا أختي وهذا والمتابعين طبعا. بس أنا قلت لهم رح أفتح حساب، بس بشرط والله يعني غير فني ما رح أصور، وشغلات بسيطة جدا جدا. يعني أنا يمكن إذا بتشوف سناب يمكن أقعد 24 ساعة أنزل سنابة واحدة بس. أنا هيك، حابين تتابعوني تابعوني، مش حابين ما تتابعوني، لأنه بجد أنا شخصية أو شيء كتير بيتوتية جدا جدا، وكتير بستحي. بنفس الوقت أنا خط أحمر بحياتي الشخصية اليومياتي كتير قليل أنه أنا أخلي حدا يعرف كل تحركاتي وطلعاتي وأكلت وشربت وقاعدة. من بين هذه النخبة من الفنانين مين اللي بتحلمي بتقديم ديو معه؟ لا هيك كثير كلهم؟ هلا شوف، أنا بحب ماجد وأستاذ كاظم. أستاذ كاظم بدي أحضر له حفلة هلا بعمان ومتحمسة طبعا وايد، بس بشرفني مش إنه أغني معه، يلحن لي وأغني معه. على سيدتي، تابعوا كل الأخبار الصحيحة بس منا نحن الفنانين، ما تسمعوا كثير. بحبكم كثير، ديانا كرزون.